راديو يفهم وبرنامج نهج تريبينال الانترفيو ما يتحملوش مسؤولية التصريحات اللي تجي على لسان ضيوفنا. يفهم نهج تريبينال الانترفيو مع جيهان بن عبد الله. ما فما نقاط ينجموا يتقابلوا ولا يتشابهوا، ديما فما اختلاف بين كل تجربة إنسانية والأخرى. متفقين اللي الإنسان بتبعه خطأ، أما ما نتصوروش إنه هو اختار يمشي في الغلط ويعدي شبابه في الحبوسات من ربطية لربطية. أكيد فما أسباب، أسباب مش مبررات، أسباب تخلي الإنسان يوصل لنتيجة الضياع. طفولة صعبة، تشتت في العائلة، فقدان السند والكتف اللي نجم يتك عليه ويقسم معاه الحمل، وساعات فقدان الأم والبو، أو بالأحرى اختفائهم وغيابهم ينجم يكون السبب. والحياة في سجون تلك القصور أسيرة تروي عن الموت حكايات وحكايات، وأنا سأروي لكم منها حكاية. لما أخذت طريق ربي هنيه، الباب أخذت طريق ربي هنيه، وأنا في الشارع ربي صبر. والله كانت تقولي شنو الحبس اللي ما تربطتش فيه، ممكن تكون أخفت نسميهم لك الكل. رياض اليوسفي تو عمره 47 سنة، ولد الجنوب التونسي تحديداً ولد قفصة. أجبرته الدنيا أنه يقف قدام القاضي كي كان عمره 6 سنين ويعطي موقف باش يحدد له مصيره بقية حياته. مرحبا في نهج تريبينال الانترفيو. برشا أحداث في حياتك، أما نحب نبدأ معاك من الأول بالكل. أنت وحيد أمك وبوك يظهر لي، ولا عندك أخوات؟ أي أخوة توفى لي من الأم والباب، توفى بقيت كان أنا. توفى وأنتم صغار ولا كي كبرتوا؟ أنا نقرأ بالابتدائي. الطفولة متاعك كيفاش كانت؟ عشت بين الوالد والوالدة، تربيت مع الوالد والوالدة، ولا كيفاش كانت حياتك في الطفولة متاعك؟ لا أنا ما تربيتش لا عند الوالد لا عند الوالدة، أنا تربيت عند جدي وجدتي الله يرحمهم. يعني قريت معهم هم، وصلت حتى بطل في العدو الريفي، تابع لنون سبورتيف مينيتير سيد ويست، يعني الجمعية العسكرية الجنوب الغربي بقفصة. كنت يعني عندي ميداليات في المنزة، عندي في صفاقس، عندي في ساقي سيد يوسف، عندي في كذا. لكن من اللي توفى جدي وجدتي تبدل الحياة 90 درجة. يعني عمرك 17 سنة هذي وقتها؟ 17. كنت قراي؟ أنا كنت في العافية العربية، يعني حتى التوى يعني ملقب نفسي بشاعر الشوارع، عندي ما يقارب يكون 1000 قصيدة. نحب اللغة العربية حتى ولو عندي فما أغلاط نحوية وأغلاط كذا، لكن أنا نترجم في اللي عشته واللي شفته، نترجم فيها القصائد. يعني ما عنديش لمن باش نشكي همي، الناس كلها يعلم بها كرب، نولي نفش غلي فك الورقة والقلم هذاك. تستحضر حاجة من اللي كتبتهم؟ نستحضر برشا، ما باش نحكوا حكاية احنا تو. نعطي قصيدة هي بعنوان مدينة الموت. وراء أسوار بيضاء طويلة تقع 5 قصور متشابهة جميلة، يعيش فيها الموت ملكا متربعا على عرش الحياة. والحياة في سجون تلك القصور أسيرة تروي عن الموت حكايات وحكايات، وأنا سأروي لكم منها حكاية. هذا على جيد باش نروي لكم منها حكاية. وقتاش كتبتها القصيدة هذية؟ ولا الخواطر ما نعرفش شنو نجم نسميوها؟ وقتاش في السونتر؟ في السونتر، لأني أنا نكتب اللي نعيشه ونحس بيه، اللي عشته ومسني، سواء كان فرح ولا حزن نترجمه في قصيدة باش نخففك الضغط عليها. مدينة الموت كتبتها وقت اللي أنت أي وقت شفت حالات ما مركز الإحاطة، مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بالزهروني. قبل ما نوصلوا لإقامتك في مركز الإحاطة واللي صار معك غادي، كان نحب نرجع نبدأ معك من الأول بحكاية رياض يوسفي. وقت اللي عمرك 17 سنة لقيت روحك في الإصلاحية؟ ما دخلتش الإصلاحية. صحيح أحداث باش نتوجه للإصلاحية، لكن فما متاع قاضي الأطفال التحقيق هذاك، يكون عندك ولي أمرك باش يضمن فيك تخرج، لأن هما ما يحطوكش طول في فم المدفع، يعني باش تضيع. شو كانت التهمة ولا الغلطة اللي ارتكبتها وقتها؟ مش غلطة، أنا يلزمني نعمل هكاك، يعني جيعان ما عندي لا تالي لا والي، ما
يعني نوصل حتى نطمع في كعبة بقصاعة تفاحة مش ناكل. طفل صغير 16-17 سنة تحطها في الشارع إيش بش يخدم وإيش بش يعمل إيش بش جي حتى على الأحوان تنقيت الخبز وإيش كاين هذا الخبز إنه تعد يعني هي السرقة منبوذة يعني مشي صفة باهية لكن مكرهن أخاك لبطل سرقة دونك أو التهمة. شكون ضمن فيك وقتها بش خالي ما تواجهتش الإصلاحية خالي معلم يعني هو كان يقري فيها تصور أني بش نجي حاجة باهية يعني نحب القراية ونحب كذا بقى متعاطف معايا كيك لأنه أعرف السبب مش رياض أعرف السبب اللي وراء رياض يعني رياض عظمها طري ما ينجمش ما ينجمش يقاوم الحياة ذي وتشوفها في سرعادة طفل صغير. اللي يضمن فيك وقتها خالك مش لأمك لأبوك علاقتك كنت منقطعة معهم؟ كي تشوف تقول الأم واقفة يعني تجيب لي كسوة العيد وأنا مانيش معيد معهم في الدار تجيب لي ماكلة ومانيش معهم في الدار ممكن هي باش ترضي راحة ولا في مضغوطات من رجلها المفيد أنا في اللحظة هذيك عرفت الحكاية وإحساسي مات عارف من غير باش نبقى نحاول الأم خذت طريق ربي هنيه البابا خذت طريق ربي هنيه وأنا في الشارع ربي صبرني. ما كنتش عندك علاقة بأمك وبوك كل واحد طلقوا كل واحد عاود عارس عمل حياته جيب صغار خلينا ما انت ما كنتش موجود في حياتهم هكا؟ لا بابا أنا تعرفت عليه بعد 30 سنة وأنا وقت لأمي هزتني يعني قدام قاضي الأسرة بطبيعة القاضي ما حكوها لي الحكاية دي يعني القاضي ساعات يخير طفل ما بين أمه وباباه وهي ذيك أكبر غلطة هو طفل بطبيعته باش يميح لأمه وممكن يكون بابا خير من أمه وأنا نشوف ديما كان في أمي اخترت أمي كي اخترت أمي مع المسافة بعيدة بابا أصلا بير الحفي ومعلم متقاعد ما شفت أشي وما نمشي لأشي وكان بعد 30 سنة وقت الكبرت وكذا ومنما حبيتك يعني نمشي نطلع حبيت تتعرف عليه فما واحد هو يرفض أن يكون عنده بابا حتى ولو ما معاش معاه يعني بالنسبة ليك تخلى عليك والدك؟ ما عاش معايا باش نقول تخلى عليه رو إمتى يتخلي العبد وقت اللي يمشي معاك في مرحلة معينة وبعد يجبد بيك أنا ممكن أمي هي اللي تخلت علي أما بابا ما نعرفش. معنا الدكتورة إيمان برحال طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والجنسية والإدمان تفسر لنا شنو يحس الطفل ولا المراهق وقت اللي يفقد أمه وبوه مش فقدهم على إثر وفاة ليه فقدهم وهما مازالوا حيين مازالوا موجودين ولكن اختاروا يبعدوا عليه. هذا نوع من أخيب الأنواع متاع التفكك الأسري. هذا طفل وقت اللي عمره 6 سنين ديجا صار الديفورس متاع لي بارون اختار باش يعيش مع واحد منهم هو اختار مع الام على خاطر في العمر هذاك يعرف اللي الام هي نقول احنا الحاجه مثلا الحنيه ما تمثلوش لوتوريتي طلباته ديما مقبوله من عند الام وكذاش كان يستنى الطفلش لقى روحه يعيش مع سا غرانمير ماتيرنيل مامته وما لقاش روحه يعيش مع امه اللي هو اختارها دونك من هنا خذا الناحيه هذيا اللي كوم انا بونبون بارابور ا سا مامو قلت لي انت زاد البو عاقب وان ديريكتومون كيفاش هو اختار يعيش مع امه ما اختارش يعيش مع ابوه دونك هنا النقمه صارت من وجهتين دونك من ناحيه الام ومن ناحيه البو. حسينا وانه رياض يحاول يلقى مبررات لغياب والده عليه مده 30 سنه هو يحاول يفهم علاش البو بعد عليه خاطر هنا نحكيوا على الطفل الموديل نتاعو الموديل بارونتال سي سون بير بوه هو الموديل اللي باش يتربى عليه وهو اول واجهه نتاع اللي نقولوا احنا الامن والامان عند الطفل هو البو سي ان اتاشمون سيكوريزون اذا كان الموديل نتاعو تخلى عليه والا عاقبه انديريكتومون على خاطر هو اختار الام من هنا باش يحس البو ما قامش بالواجب نتاعو وخليه وسايبه دونك اول حاجه حس بها هو لابوندون الدور نتاع البو شنو هو الدور نتاع الردع والتوجيه وبش يقول له هذه حاجة تصير وهذه حاجة ما تصيرش دونك لزيتاب الأولانيين متاع التنشئة هذية سورتو التنشئة الاجتماعية على القيم الاجتماعية ما صارتش من قبل البو وما لغزمه ما صارتش زادة من قبل الأم اللي هي صارت من الجدة اللي حاولت تلعب لدو غول الأب والأم دونك كيفاش تلعب هي لدو غول وهي لهي أم ولهي بوه الدور متاحها ما هوش بش يكون كامل وما هوش بش يكون متناسق. أربع قضايا رياض شو كانت القضايا اللي تحكمت فيهم بالسجن؟ والله قضايا أي واحد
شراب، ساعات في الحكاية بينك أنت صاحبتك، سرقة، عنف، أي كنت مشاكس شوي. أنا بحكم منيش عارف يعني الطبع ذاك، أنا نتصور مش هو عند بابا ولا عند أمي تركب لي في الشارع كيك، لأن الشارع ما يرحمش، لازم تكون يعني واقف صحيح باش ما تصير لك شكاب فل صغير وعباد كبار توقع فيها برشا نقاط استفهام وحكايات خايبة وكذا ومنه ومنه. لازم أنت تحمي روحك حتى بالكلام، حتى اللي يجي باش يعمل معك حكاية يحسبها ألف مرة ومرة يلقيني منها. قلت لي عيشت شارع معناتها بعد ما توفيت جدتك وقتها تقريبا عمرك 17 سنة، نرجع معك شوية بالكلام التالي. قلت لي ضعت بعد ما توفيت جدتك، كيفاش عشت، كيفاش كبرت، شكون اللي تلهي بيك، شكون اللي ربيك، شكون اللي وجهك؟ بعد ما توفيت جدتي لقيت روحي قلت لك في الشارع، ما فماش الشارع بالفعل. قلت لي ما عندكش باب تدق عليه في رمضان ولا في سير الايام باش تتفرج على التلفزه مع العائله ولا ايش تسميه؟ سميه شارع. مش شارع بك المفهوم انا تحت البلاصات نرقد وبعد كذا، لا لا، مره فوتيل، مره عند صاحبي، مره واصحاب سوز هذا هم اللي بيتوك، لان باش بيتك واحد نظيف يخاف يقول لك متشرد هذا، هم يحكموا بالمظهر هم وكذا. وانا كنت ممكن كنت قابل للصلح لو تنقذت في صغري كيكة ولقيت شكون باش يحاسبني باش ممكن كنت نتصالح، لكن وانت ما عندك صوت يعني كناهي هذاك. قديش كانت مدة الأحكام بالسجن؟ والله متفاوتة، 3 شهور حتى 3 سنين. نمشي للحكمة بتاع 3 سنين، شو كانت التهمة وقتها؟ كانت برشة تهم يعني مجموعة متهمة بعض، مجموعة عنف شديد وأخلاق حميدة ومعاشرة صاحبتي وكيكة، ما يلموها الكل، كل واحدة عندها فصلها وعندها قانونها وعندها كذا يجزئوهم لك، هذيك 6 وذيك 3 وذيك 8 وذيك كذا، تلقاها سنين تلموا مع بعضهم. تلموا مع بعضهم. قديش عمرك وقتها؟ فت 20 وقت لي دخلت يعني الحبس وليت نعرف يعني أنا غلط ولا صحيح. فت 20. وبالنسبة للسجون اللي عشت فيهم في الأربع أحكام هذوما اللي صدرت ضدك، وين كانوا في تونس؟ في ما حبس؟ والله كان تقولي شنو الحبس اللي ما تربطتش فيه، ممكن تكون أخفت نسميهم لك الكل. سميلي. حربو، برج معتوب، برج الرومي، المسعدين، المرنقية، الهوارب، سيدي بوزيد، قفصة، قصرية. كان شيرت الشمال الغربي، ما مشكلاش، أما الوسط والجنوب والساحل عديت فيهم مدة طويلة مدة قصيرة. علاش كانوا ينقلوك من الحبس للحبس؟ مشاكل في وسط السجن. نرفو شوي وقلبي محجر لأني من الحب هذا نسمع بيسمعي ما نسلمش في حقي. مثلا شو نوعية المشاكل اللي صاروا معاك كنت انت سبب فيهم، ولا لقيت روحك في وسط مشكله في وسط الحبس؟ مشكل الحبس معروف، بياصات باش تدخل طوالات ولا تعمل دوش، والا باش تخرج جارية تعمل اريا زايده، مش المفيد تفك حق يفرهد عليك شوي يعني. وقت اللي تقعد ربع ساعه برا بعيد على الشمبر كانك روحت وجيت يعني تنفيسي، ويهزوها كانك جماع المرمادة يقولوا هم يعني واحد قليل يلقيني منه يعني، حتى العاون ما يسلمش منه يعني، حتى كي تضربه وتعاقبه ديما متمادي في الغلط متاعه لأنه رأسه كاسح. هذوكم اللي عاقبوا فيهم هم يعني اللي هزوا فيهم من حبس الحبس كلمش مرايذين يعني. أنت المشاكل كانوا مع الأعوان ولا مساجين؟ لا مساجين، الأعوان يطبق عليك في أوامر الأعوان. وقت تضرب سجين ولا تدخل حاجة ممنوعة تتحط في الحبس الانفرادي. أي تحط في الحبس الانفرادي. عشتها التجربة هذية؟ أي عشتها وعشوها معايا مجمعة وشدين شدين الدنيا الكل في تونس. كيفاش توصفها لنا هذية حكاية السيلون ولا الحبس الانفرادي؟ مرة قديش من نهار؟ 5 أيام أكثر حاجة، 10 أيام مقابلة للتجديد يعني. يتوصل باش تتطاول نعم؟ وحدك في بيت وحدك؟ مشيني دونجوري لك الدرجة ذيك، لا اجتماعي أنا يعني نصاحب ونحب العباد ونحب ما نغدرش وما نهزش بتاع العباد يعني من نظلم وإيش. قديش يعني من واحد معك في الحبس الانفرادي قديش من شخص؟ كثيرًا. قلت لي اللي عاشوا معي تجربة هذية توا شخصيات، شكون مثلاً؟ مثلاً حبيب اللوس الهاروني في ما حبس؟ حبيب اللوس في قفص، كان محكوم عليه بطلطان وما يسكنش مع المربية، حاطينه في
عزلة، حتى الحديث ما يحكوش مع العباد. يعني أنا كي باش نحكي مع حبيب اللوز نتعاقب. ممنوع عليك أنك تتواصل معه؟ ممنوع علي نتواصل معه، ومع ذلك نتواصلوا مع بعضنا. شكون كان يطلع عليك في الربطيات؟ شكون يجي يزورك ويجيب لك القفة يطمن على صحتك، يجيك في العياد ولا المناسبات؟ والله أمي ساعات نستغرب أنا، يعني كان كنت بربط في الحبس. كنت تلوم عليها الوالدة كي تجي تزورك تقولها علاش تذكرتني التوى كي دخلت الحبس؟ لا، ولت لي العائلة غريبة علي أكثر من اللي نعيش فيه، يعني نلقى راحتي في اللي نعيش فيه، يعني ما عادش تقلقني. يعني الطبيعي هو اللي أنت تعيش فيه، واللي مش عادي هو وجود العائلة في حياتك، هكا تقصد؟ مش هو احنا تركيبتنا كيكة علي شفناه علي كذا بعدنا برش. الوالدة كي تشوفها تعنقها تبوسها تحملها تنجم تحكي لها سرك، وإلا العلاقة بيناتكم فيها حدود؟ والله هلا نحكي لك، هو يعني عندي ما يقارب 6 سنين ما شفتش الوالدة. مو أنت كي تحاول 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 وديما ترجع مهزوم خاسر وكذا، لهنا يولي كفر كان تبقى أنت متمادي في الشيء هذا. لو جيت أنا نشوف يعني فما يعني بصيص أمل أن باش نكون هم مرتاحين معايا وأنا مرتاح معاهم ما نتأخرش. ما أنا عارف هالحكاية، وثلاثين سنة شفاه ما حنيناش في 30 تنحنوا في 10 مازالت ولا 5 مازالت. وليت أنا قلت نمشي نعمل إمبراطورية واحدة نكون أسرتي ونكون أولادي، عطاك البحر بتاع الحب المتجمد نحطها في أولادي. يعني تنقتل لهم أوفردوز بالحب. أكيد عندي حب وعندي إحساس، لكن فك الشارع هذاك ما لقيتش لشكون باش تعطيه. لا عندك عائلة، لا عندك باب، لا عندك خول. وليت أنا قلت خلينا نجرب نعمل عائلة. إحساس البو. أما قبل ما نوصل لهذية، شفت قبيلة شوية في يدك فما تتواج. ما بذكا هوي خلت الشارع في شحب. في ربطية ولا وقتيش عملتوا هذا؟ لا لا، في الحبس. في الحبس ينفحوك ويشجعوك، وهذا بطبيعه كذا على مستقبل. ما نعلمش ما نعلمش بالمستقبل. انا اللي نعلم به نعلم بالحاضر. الحاضر انا اللي نشوف فيه خري السجون، ما عندي لا شكون تيوقف معايا لا شكون تيساندني لا شكون. شو التتواج اللي في يدك؟ شو مكتوب فيه ولا شو مصور فيه؟ حريه. شو عصفور فراشه؟ شنو والله جناح وشمس مكتوب عليه ليبرتا هكا. كيفاش يتعمل تتواج في وسط الحبس؟ كيفاش عملت انت تتواج؟ غنج ودخلت بالماء وابرة وعمل على رب. نتصور حاجة توجع ولا ليه؟ مش هي في حد ذاتها توجع، في لأنك انت عملتها وبعد تبط وفقط هذيك اللي توجع. هي ما توجعش، احنا اللي فيه أوجع من الدجال الابرة. أما الندم وقت اللي تحبش التوب وباش ترجع لربي وتكون أسرة وتكون كذا، فما قلق. يعني مرحلة السجن اللي انت عشتها، لو كنت اجمع لي ساعة سنين اللي عديتهم في الحبس، قديش التوتال متاحهم؟ قديش من عام في الحبس؟ يوصل 10. 10 سنين. كنت تعمل محامي؟ كان عندك شكون يدفع عليك؟ لا، يا تعمل لي الدولة محامي. مفهوم ساعاتك محامين استجار تعمل مطلب يسخروا لك محامي مستجد. ما كنتش عندك الإمكانيات ولا العائلة ما كانتش تقف معك وقت اللي تسمع أني أنت توقفت وبش تعاد على المحكمة وتتحكم؟ دو كانوا يسخروا لك محامي؟ يعني وقت لي الوالدة مرتاحة ماديا نوعا ما؟ لا، الوالدة عملت العلاج. في أول ما بديت أنا منحرف، فهمت فيش باش أفسرها لك، أما عملت لعليها البرة. هو من المفروض يعني تحضنك وتحطك بجنبها وعقد أخواك وكذا لا، كان بعد أنا ما نغلط وتسمع هي ممكن تقولك شمتها في جيران ولا في الأقارب ولا كذا، على الأقل أنا هزت لك قفة بعثت لك معنى. يعني ما تحسش لي على خاطرك أنت الشيء هذا يطعم فيه الوالدة؟ نعرف واحد كذا على خاطره هو مو ينقذ من لو على خاطر عيون العباد. ممكن أنا هذا اللي وصلني. نرجع معك للحادثة متاع 3 سنين، كيفاش توقفت؟ فما شكون شكي بيك؟ كيفاش صارت الحكاية بالضبط؟ المشكلة كيفاش انطلق؟ أنا مش وحدي، أنا عندي يعني أصحابك اللي ديما نتقابل ونقعد وكذا، وإحنا بطبيعتنا كي نقعد باش تصير مشكلة مدام خمر وبنات وكذا، يعني صعيب باش ما تصيرش حكاية. مازلنا نحكي في قفصة، هوني مازلت في قفصة. ما مازلت في قفصة. شو المشكلة اللي صارت؟ المشكلة الطفلة خطواكي زوز ولاد ولا 3 ولاد باش يقعدوا مع بنية واحدة، تيمولي هذا يقول عندي أنا. دونك صارت مشكلة بينات. أي عنف ضرب. أي عنف. شنو بدأت؟ أي عنف ضرب. كل نموذن بي.
شكون دي الأول في المشكلة؟ شكون اللي يضرب الأول؟ أنت ساعة معاش تعرف شكون الأول ولا شكون الثاني؟ ساعات على كلمة مشي مفهومة ولا رمشة بالغلط صير مشكلة. تمدت يد باش تمدد اليدين الكل، فما يصلي على النبي وخيان. عزيز الشراب يشجعك وينسيك حتى في العقوبة وتعيش اللحظة بيك. يصير الغلط من بعد جيرين سمعوا الحس مشيوا للشرطة. لا شان يسار؟ مشى صاحبي. مشى هو الإشكال هنا هو الضر. شان ضر هذي يعني عنده. أنا وصاحبي الآخر تحمينا في الآخر. الضر مشى شكاو وصاحبته وقفت معاه يعني شهدت معاه وزادت حتى في حوايج ما فماش يعني مبتغاها انه يلزم ذوكم الزوز يعني قلبه معبي يلزم يهبطهم للحبس باي طريق. شنو الضرر اللي كان عنده؟ مضروب عين زرقاء في عمر العشرين سنة. وقتها انت تقريبا كيفاش تعاملوا معكم وقت اللي توقفت؟ كان فما عنف؟ كيفاش تصرفوا معكم؟ البحث كيفاش صار؟ لا البحث كيما يحبوا هم، كيما يحبوا هم باش يعادوا البحث يعادوا البحث وعنن نصحهم مجبرين. شو معنى كيما يحبوا هم يعادوا البحث؟ باش يدخلوا معاك في تفاصيل. هم الساعة 3 ضم يلزمهم الحبس كضرب كل مضروب، حتى في البياس اللي قعدوا فيها في قفصة معروفة كان متاعك أصحاب السوء اللي ما وشارات وبتبيع الحاكم وقفصة صغيرة يعرفها الناس الكل. أنا حتى كان نمشي نشكي ما ياخذوش بقوالي ما يصدقوهاش اللي أنا جاي نشكي. فترة الإيقاف هذيك وهي كانت مش أول مرة، كيفاش عاديتهم ليمات متاع الإيقاف لولانين؟ ما عاديتهم ريه ولا كان المبيت نعرفوه حتى السبالة أنت تقص وأنت تمشي كسكرة تمشي تنعرف الجيور أكثر من دار. ما عشتش الخوف؟ ما عشتش ستريس؟ لا لا ما خممتش في الحكم شنو باش يكون؟ ما خممتش كيفاش تنجم تمنع روحك من المشكلة هذه؟ نوم أيوة مرتاح أيوة نفسيا أي يعني. واحد ماذا به يمنع روحه؟ لكن انت ما عندك الصوت بطبيعتك عندك يعني سابقة ولا اثنين هي اللي باش ما تخليكش تدافع على روحك يعني يقول لك انت عندك يعني متكرر الحكايات هذه حتى كيظل انت بريء ولا ما عندكش وتهمة بالباطل مش باش يبقى يلوج برشا هو يلزم يرتاح منهم باش ينظف البقعة ديك. بعد ما صدر في حقك حكم 3 سنين في أي حبس وجهه؟ هزوني للهوارب، هم الهوارب هزوني المساعدين، المساعدين هزوني للرومي وزادوا رجعوني للهوارب. روحت من الهوارب أنا، روحت من حبس الخروان للهوارب. أني هو أصعب حبس يمكن عشت فيه؟ كان نجموا نصنفوهم ولا رتبوهم؟ الروم. شو اللي يفرق على السجون الأخرى في تونس؟ كأحكام سماح ما فماش. مش معنى يا سماح ما فماش؟ يعني يربح قدرك من غير ما تبقى تغلط معايا وتقولي سماح. من الناس كلها ما يهمهاش في السي في يعني العقلية اللي غاديك الناس مش ملوجة على السي في لعتها تاكل وعتها تشرب وعتها فسحة زايدة ضارب ولا مضروب ولا سيلون مش عقلية منيش عارفها كيفاش. بخلاف الحبس الانفرادي شو العقوبات اللي تعرضت لهم في وسط الحبس لأنك ما طبقتش النظام وإلا عملت مشاكل ولا ضرب من قبل؟ قبل العوام. شنو أسباب المشكل؟ وكيفاش طريقة الضرب؟ هي أي مشكل يتسبب في عقاب تلمس حتى التلفزة يعني مكش بالعاني طيحتها ولا كذا جراية قطعتها باش تغسل معونك تتعاقب تناقشت أنت وصاحبك وعندك ضدك شهود تتعاقب ما هزتش يديك للتحية تتعاقب كذا المكش منضبط ركديمة ما تعاقب. يتقولي هكا نفهم ولا أي عبد يسمع فينا يقول هذي ظلم معناتها أنت ما تغلطش تتناقش أنت وصاحبك أما تتعاقب كمية كثيرة من الظلم. ماشي الظلم إحنا نستاهلوا باش نتعاقب. كنا نحكي في تجربتي باش نحكي في تجربة الناس الأخرى أنا نشوف فيه نستاهل باش نتعاقب لأن إحنا ماناش رايضين. يا أخي بعد الحبس شفب أنت بعد الحبس ضياع ما فما حد شيء وين باش توصل وتجي أنت في شمبري تعمل لي في مشكلة ولا باش تبيع لي مخدرات وإلا باش توصي على حاجة ممنوعة وإلا باش تقمر لي وإلا باش تطاول على الكبران اللي حطيناه باش ينظمكم ويفرق لكم مكلتكم وكذا هذه كلها عقاب. من حق السجين هذا اللي نعرفوه في تونس ولا حتى غير تونس في الدول اللي تحترم نفسها الكل ممنوع وأنه السجين يتضرب لازم يتعامل معاملة إنسانية. يتقول لي توا ضرب ما نستغربش برشا الحقيقة خاطر سمعتها هذايا من مساجين سابقين أما نحب نعرف كيفاش هالضرب هذايا من بعد الحالة النفسية والصحية متاعك أنت كيفاش تكون عندك الحق تحتج لو كان يتم استعمال القوة والضرب معاك كما كنت تحكي لي في المضحك ولا لا؟ تو أنت تحكي لي قلت لي فما دول يعني ممنوع فيها ضرب حتى في تونس وحتى في تونس لكن النوعية اللي كيف نحن مش ممنوع عليها يضربوهم يعني أنت نحكيك على الأشخاص مش وحاه أنا نعمل في حاجة باش نتضرب كأنك أنت تلوج باش تتضرب مش نلوج
نعطيك اكزامبل مثلا نزرتي اريا انا نشوفها حقي باش. شوفها باش معناها نزرتي اريا باش نخرج نعمل ربع ساعه اخرى مع شامبر اخرى لاني فديت من الشامبر اللي معايا فيها 60 ولا 70 الوجوه الكل حفظها يعني حتى الحكايات ولا تتكرر نحب نبقى في اريا باش يخرج الشامبر الاخر على الاقل فما عباد جدد والحكايه تتبدل وكذا وهذايا ممنوع تمشي تطلس في دوش تطلس يعني تتخبى على العواه كيفاش نجم تتخبى ولا زيد اريا مره اخرى وقت اللي نعرفوا اللي يخرجوا بالحساب يدخلوا في الحساب كيفاش تتخبى اي مو كذا عندك اصحابك عاطينهم مهمات هذيك بالحابس كحجام ولا واحد شدوش ولا شد جامع ولا شد كبران انا يزرف ساعات يخلوا الباب محلول يعني مرهون فك السجين هذاك السجين المطيع هذاك اللي يخدم معه وتدخل فيها ساعات حتى بالدخان كيفاش بالدخان نعطيك بكوات كريستال وخليني مع الشمبر الاخرى نكور معاهم ولا باش نحكي معاهم ولا حاجه تقريبا يجيبوه كذا بيع وشرب يعني وكي تحصل تخلص يعني ما غير ما تبقى تقول يعني رشوه يعني ما تصبش بيه معنى وحكاية الدوش كيفاش تتخبى في الدوش نحكي طرفة صارت لي أنا ماشي إن ندوش في الأوهرب ونلقى ولد بلادي شاد كبران دوش وأنا عندي جماعة جايبينهم من قفصة نحب نسهل يعني الأخبار قفصة مساجين قفصة واحد كل واحد عنده أصحابه خباني في الدوش يعني خلباني غاديك في الدوش وسكر الباب يعني صيد دوش فراغ لهك العون مسؤول غاديك وبعد جاء خرجني كيفاش في قبي؟ هو العون مع جماعة ذوكم حافظهم كما أنا حافظ أصحابي يعني يعرفها الوجوه الكل حتى بالمشي ظل عطيه بالظهر يعرف يقول هذا كبان وهذا كبان بطبيعتها هي الليرية صغيرة يعني فما لا فما الشجر وانت تخبى لا حجر لا عاد شيء يعمل حتى دوره كما كان واحد يفيق بالوجه يعني مش مألوف يعيط وإلا حتى كان ما يعطلكش يخاف أنه باش يوقع في حرج يسأل الكبران يقول له أنا من رياض اليوسف هذا كيف ما هم يخافوا من الممنوع يخافوا من الممنوع ويخافوا كان يعتدوا عليك وانت ما كنت من الشمبر هذيك يتعاقب هو كيفاش حاطينك يعني وصيت على ممنوعات وانت في وسط الحبس عديوا لك ممنوعات وانت في وسط الحبس لا لا انا مانيش لباس علي مانيش اللي عندي شكون هو شكون باش يجيب لك الممنوعات مو باش اللي يرتب السيره لبرا ويعطي للعون وباش يجيب انا كان جيت عندي شكون يرتب السيره لبرا راني ما دخلتش الحبس ما عندي شيء لا لا اما ساعات نتقاسموا شنو نوعيه الممنوعات اللي شفتها في الحبس في ربطيه مربطيه الممنوعات الموجوده في السي في شفتها في الحبس اقرا اسمنا وما تم ساعات توصل حتى للشراب براس عام كذا وتكون انت يعني عندك شكون باش يعطي فلوس شفت وين قاعدين يدخلوا في الممنوعات هذه كيفاش تعمل مو عندي حتى انا اصحاب وعندي عاون نعرف مثلا في محبس هذا كان قفص لا الاخرين ما عنديش فيها شنو الحاجه الممنوعه اللي دخلوا لك في حبس قفصه شكوب لا لا دواء اي دواء اللي هو مخدرات عن طريق الاعوان مش اعوان عن طريق العون لصاحبي انا عن طريق العون يدخلك اللي تحب عليك بمقابل دخان كان عندك سبيس لان ساعات تدور سبيس كانك في السي بي واللي ما عنده شيء هنا دخان ويمشي بين حب نعرف علاش طلبت لام في وسط الحبس اي مو ساعات فما مشاكل في الحبس مطلوب كامل لان وقت اللي تعمل مشكله تتعارك مع واحد ما يتوصل هاي تحت سنه وعينين زرقاء لأن ممنوع الدم يعني تضرب واحد يقول لي قبل ما توصل للسيلونات حاموا فيه يقتلوا ضرب 5 6 7 8 أنت وقسمك وجه اجري وما تلفتش ورا علاش استحقيت اللام وقتها؟ بس ساعات تجي العقوبة أخف وقت لي تطلع أنت وتهدد ولي دور بي نضرب روحي قطع روق هاك الكلام أنت حبس الله عادة بطبيعتك تحطها ديما على ميات وساعات كي تدخل صارت تبيع والله في السيفيل بمية ولا بميتين فرنك كي تشد انت لامك شديت 10 بكوات كريستال يعني صرفوك جمع وين كنت تخبي اللام؟ في الجراري في بقعة حتى كي تشد ما يتهموكش بها بقعة ديما بعيدة عليك في الجرية ما مش في جريتك انت مثلا لا لا انت تحط في جرية صاحبك وصاحبك تحط في جريتك يعني هم جرية جزوز فيهم استعملت اللام في مشكلة من المشاكل اللي صارت لك في الحبس؟ والله استعمل شنو هي المشكلة؟ لا لا مش عارف مش نحمي روحي يعني من العقاب يعني مش معاقبنيش الحاكم يعني نرضاه نمشي 10 أيام سيلون ما غير من نطلب رب خير ما نطلب رب ونزل يعني كي
يشوفوك انت هددت وعملت وزيد ما تمدوا لهم اشتاب العام الذوبة كيفاش انت في الطريقة معاك يولوا يحتاطوا. انت هددتهم باللام اما ما ضربتش به روحك ولا ضربت به روحك؟ والله ضربت مع الخفيف للزيت. شو معنى ضرب باللام على الخفيف؟ مو فما بعد كي تضرب رواحة يعني كأنك ذبحت شاة تقطع العروق وتولي برا عملية ايه هو يرضاها كيك خير ما يضرب. وانت كيفاش استعملت اللام؟ لا يدم يا واحد يرعش بتاع واحد خايف. من بعد كيفاش تصرفت فيه اللام؟ يعني بلعت وانت اللام ولا كيفاش تصرفت فيه؟ هددت بيه ومن بعد بلعت. ما اثرش على بدنك؟ ما صارتلكش جروح من داخل؟ ما انت بسكوتش ولا بسلفان؟ انت كيفاش تصرفت في حبناك تجربتك انت؟ اي تبسطنا يعني تلفها بك السلفان اللي ما يدخلش الماء بتاع الدخان وفمك تعملت من بعد كيفاش خذيوه من عندك؟ يجيبوا لك البطاطا ويجيبوا لك عندهم كونفيتير سبيسيال ومكاس احياس تقول جبن تاكله يعصم البطن ويمشي اللام في الدشام تاع الدم. شنو كانت العقوبه نتاعك وقتها بعد ما استعملت اللام بعد ما بلعته وشنو عاقبوك؟ سيلو قداش من نهار؟ 10 ايام سيلو. شنو يفرق الحبس الانفرادي على انك تكون موجود في شمبري بالنسبه للمعامله بالنسبه لمكلتك بالنسبه للقفه والزيارات؟ شنو اللي يتبدل من اللي عشته وانت؟ من اللي عشته انا من اللي عشته وانت؟ عندي الحبس الانفرادي خير من الشمبري بطبيعتك. ما فماش زيارات ما فماش قفه هذيك علاش ما تبدل شيء ولا شنو بالضبط؟ حتى نفسانية تعبت خاصه وقت اللي تفيق بروحك انك انت غلط والبقعه هذه جيتها بالصدفه مشي نتاعك والعباد تفد منها لان ما يحكوا كان على خايب فماش حديث التوبه ومستقبل لا فمك النهار بنهاره. شو اغرب الحكايات اللي سمعتهم في وسط السجن ولا اغرب القضايا اللي انت قلت لي بالنسبه لي الايقاف والحبس ولا حاجه عاديه نرقد ولا تحافظ سبيلا وقتاش تتحل وقتاش تتسكر في الوقت هذيك وانت مازلت نافح بروحك يمكن ترى في روحك مازلت قوي طايش كلهم بعضهم هذوما شو أغرب حكاية سمعتها قعدت في بالك تذكرها جريمة تهمة والله سمعتها من سجين أكثرش واحد يعشر حشاك وقتها ذيك الأغرب حاجة فمش حاجة يعني أقوى منها ذيك يتصدم الواحد ساعات يبقى بينه وبين روحه وقت اللي هبط واحد تهمة كمكة يعني ما نعرفش شنو السبب اللي وصله باش يعمل هكيك مع أخته هذيك أغرب حكاية ما بقيها السرق الناس كلها تسرق أما الأمور هذه مثلا عن تحصيلة الرحمة الزوجة تتهم زوجها يعني أنها تعدت على قضايا الوصول هيك القضايا ذيك اللي لا فيها لا دين لا ملة ترى كيفاش ما تفهمهاش. السجين هذي اللي حكيت لي عليه توا وأنه عاشر أخته قداش من عام حكم عليه السجن ونحب نعرف المرابيط الأخرين في وسط الحبس كيفاش يتعاملوا مع النوعية هذية من القضايا والمساجين اللي جيت بالقضايا الأخلاقية منبوذين منبوذين ويصلوا حتى للشماتة يتشمتوا فيهم ويذلوهم يغسلوا لهم دبشهم ويغسلوا لهم كرفي كما يقولوا احنا معنى يخدموهم أيوة في وسط الحبس. أيوة وهو بطبيعته شخصيته منكسرة مأثر عليه نفسانين وزيد المرابيط يكملوا عليه. عملت أصحاب في وسط الحبس؟ أي برش عندك معهم علاقات لليوم؟ لا طويت صفحة الماضي. نوعية الأصحاب اللي صنعتهم في وسط الحبس شكون كانوا؟ شو نوعية التهم متاعهم؟ جرائمهم؟ أعمارهم؟ التجارب اللي عاشتهم مع بعض؟ كل أعمار فما عندي أصحاب في 50 عندي أصحاب في 30 وأنا ومع شكون نرتاح. نوعية التهم متاعهم؟ عنف الأكثر مخدرات هي أكثرها جد فترة معينة يعني يشتغل الحبس مخدرات. بعد 14 عام في وقتها برشا عبيد خرجت للشارع وتشجعت أكثر اللي هي تمشي تحتج. أنت كنت ما بين الناس هذوما؟ أي كنت ما بيناتهم. 22 جام في 22 جام في علاش شاركت ساعة في الاحتجاجات هذوما؟ علاش احتجي؟ حبيت نعمل حاجة ونساهم في التغيير يعني السيستام يلزم البلاد تنظاف وأكلي عندهم سوابق يعني حتى بمجرد يخزروا لك بمنظرك ولا بكذا يقع توقيفك لأنك أنت صحيح مشيت فك الموجة ذيك متاع اللي عندهم سوابق ويعني ويحرموك حتى من أنك باش تتوب يعني ما يحطوش في بالهم أن غلطت واحد باش يتوب لا تبقى ديما كيك يعني كان عندك اعتراض على
وضعية يمكن اللي عندهم سوي بقعد ليه هذيك علاش خرجت احتجيت؟ كنت وحدك ولا كان معك مجموعة من ناس لا لا برشا أصحابك؟ شكون كان معك برشا؟ أما كأصحاب لا كأصحاب لا نعم ما عنديش من جملة الناس من جملة الناس أي من جملة الناس عقد الكنيسية في شرح ببورقيبة جايبين الحجر من البلاد العربية هم من غاديكا وأنا بقى كي كثروا هم يقربوا أكثر نحكي الحاكم أي ما أنت كنت من بين الناس اللي تضرب بالحجر كان فما شعارات تقولوا فيها وقتها ولا لا؟ اللي قالت من أول ثورة حرية كرامة وطنية شعارات خبز وما بن علي لا اللي يقولوه هم نقولوه وراهم كثر الضرب شان يصار وقتها؟ طحنا أربعة من الناس فوق بعضنا يعني جيتوا هربين؟ جينا هربين أي طاحوا زوز مع بعضهم و خلطنا عليهم احنا وبو تعرف دزان كان فما كرتوش وقتها كنت تسمعوا في صوت كرتوش ولا لا لا كريمو جاء كرتوش ما فهمش ما سمعتش في اللحظة اللي انا فاهم سمعتش كريمو جاء انا الدخان دي ملي تحت شنو تتذكر نذكر روحي ويك تتذكر روحك وين نذكر روحي ويك من بعد شنو اللي صار كيف فقت وين حليت عينيك في شرنيكو شكون اللي اسعفك وقتها ما تعرفش الربيعي محامي في قصر المدينة توا هو اللي اسعفك هزنا زوز في المرسيدس تاع هزكم زوز في كرهبته الشرنيكو كي قمت شنو الحالة الصحية اللي لقيت عليها روحك شنو الأضرار اللي عندك وقتها مرض الرضب كلي ونحس في حاجة التالي مكبوسة ولا علم يعني ما فماش دم فما جرح بسيط تحت وذني تحت وذني هذاك اللي عمل لي المشاكل هذيك كلها واللي عمل لي النكتة نتاع الدم في المخيخ عمل لي جلطة جنبي اللي صار كل ماء ما عادش لقي بقيت عام انا ما نبدل في الكوش نصك اللي صار يدك ساقك ووجهك نص اللي صار الكل قداش قعدت في شانيكول 3 ايام ومن بعد وين وجهوك روحت لدارك وين مشيت اعطوني الدوسي وقالوا لي تطلع بيه الفاطمة بورقيبة قداش قعدت في سبيتار فاطمة بورقيبة في المونستير اشهر كيف ما شكون يطلع عليك وقتها ولا لا والله يا عباد ما نعرفهم بعد 17 هذوما رجعت القفصة مرة أخرى من بعد قررت اللي أنت تعرس تستقر تحب نعرف ساعة شنو حكيت الثلاثة ملايين قلت لي الثلاثة ملايين متاع جريحة الثورة هما اللي عرست بيهم شنو حكيتهم هما ما أعطوا الترانش الأولى ثلاثة ملايين نعم وأعطوا الترانش الثانية ثلاثة ملايين وعطوه حق العلوش 350 ألف تعويضات هاي تعويضات جاني اللي قلت لك أسعفني مشى الولاية تونس وجبد الشهادة الطبية ما هو اللي باشر مع سعادة الخدمة الطبيبة مشى الولاية تونس كلفة بتاع جرح الثورة قال احكى لها على الظرف بتاعنا وقدم لي الدوسي بتاعي لكن في جبد الفلوس يلزم تجبدها انت ما يجبدهاش المحامي يعني كان المعني بالأمر ولا تجبدهم مع بعضهم أنا 6 ملايين و350 قررت اللي انت تعرس تعمل عائلة عرسة كان قصة حب ساعة ولا؟ لا أنا عرس في 3 أيام مشيت البير العفي وين يعيش بابا نلقى عندي عمي قليل زبالي ما عنده زوز بنات معنا ولد مدينة وهي بنت ريف كذا يعني كليت لها مخها ما كانش قصة حب حب جام بعد أنا تنجم تقول كاني تحيلت عليه أنا يلزمني امرأة ويلزمني نستقر وهي قريبتك بنت عمي وهي قريبتي بنت عمي يعني حتى كان ما تقبلنيش كزوج تو تقبلني كولد عم بذراع لها فكسرت الرحمة ذيك سهام زوجة رياض تحكي لنا كيفاش اقترح عليها الزواج وعرسه في أيام قليلة هاي في 3 أيام جاء خطبني وعرفنا فينها هو يعرف أختي وأمي أنا ما نعرفوش ما نكذبش عليه هم يقولوا ولد عمك أما أنا ما نعرفوش أنا نعرف ولاد أخواته الآخرين أما ولد كبير ما نعرفوش أنا ولد مه هيك جاء أختي حكيت معايا قالت لي راهو ولد مه بيحب يحكي معاه قلت له أنا مرحبا بيه أنا ما وقتها ما زلت 15 17 سنة مش ندير قلت له مرحبا بيه ومش نحط راك مش ندير حتى عليه هيك هو قاعد خطبني مع بابا وأمي وأخواتي كلهم بابا عارف طول ديريكت معنا ما قعد حتى نهارين ثلاثة أيام ما قعدت معنا في نهارين هيك العرس ثبت واحد هاي هنا نعطيك النظام احكيها تك 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 وش على راحهم بعد قال لي طيب مش يجيب الفلوس ونجي ناخذ ونلبس الخيط وكل شيء بس اللي في نهارين ثبت واحد هكا هو عرست في 2012 كما كنا نحكي وظروف كانت عادية يظهر لي حتى لين صعبت عليك المعيشة شوية 2016 اعتصمت معك زوجتك وولادك الاثنين باش يحسنوا لك الوضعية متاعك وين اعتصمت وشنو كانت النتيجة
فما يعني اعتصمت في هيئة الحقيقة والكرامة، فما فصل هو الفصل 12 في القانون الداخلي بتاع هيئة الحقيقة والكرامة، يعني يجي على جدي أن الإنسان اللي صحيح جزني على الحركة مجرحة عنده مدوسيات وظل عنده أولاد ومتزوج ومش كما العازب، ومشيت غاديك على أساس باش نحكو فيه وأنا ديجا في الشارع، يعني ما حتى الأثاث نتاعي اللي كنت بنسكن خلصت به الكراء المسالفي. كي جيت لتونس أنا سيبت كل شيء، الغاز التلفزة الجراري هزيت، كان دبش المرأة والدبشية يعني. ملبوسة أي أما الأثاث يعني أعطيتها أنا بمحض إرادة، يعني حتى باش منظلموش الكراي، قال لي ما يجيش لو رياضة نبقى ضحوك نبقى كذا، قلت له أنا بطبيعتي ما عندي باش نهز. بعد ما اعتصمت واجهوك أنت زوجتك وصغارك الاثنين، زوجتك اللي كانت أنسانت وقتها لمركز الإحاطة في الزهروني، كيفاش كانت إقامتكم؟ غادي كان عندك مكان مخصص ليكم لعائلتك، كيفاش كنتوا تعيشوا في مركز الإحاطة؟ النساء وحدهم وحطوا مرتي مع النساء وحطوني أنا مع الرجال، لأن ما فما يتخلطوش غاديك، لأن هذا مخصص لك النساء العازبة. قديش عشتوا فترة في المركز هذا؟ كان عامين. كيفاش كانت ظروف العيش بالنسبة لكم؟ بالنسبة لي أنا مانيش قابلها، لأن ما منجم يقبلها كان واحد يعني لا حول ولا قوة. أنا حاب نأسس المستقبل وحاب نقري بلادي وحاب كذا، مقلقتني برشا، لكن مجبور ولا أنا رضيت بالأمر الواقع ومشيت غاديك. وعشت عامين تقريبا في المركز هذا. كانت هذه حكاية رياض ولا تجربة إنسانية مازالت فيها عديد الفصول، معاناة كبيرة بالنسبة ليه لزوجته وحتى الأبناء وزادة، ولكن الحب اللي تخلق بيناتهم هو اللي خليهم ينسوا كل شيء ويقاوموا ويستمروا في الحياة على خاطر صغارهم. كانت هذه حكاية اليوم من نهجة تريبيونال لانترفيو. إعداد إشراق كنزالي، إخراج أيمن سكولا. إيفام نهجة تريبيونال لانترفيو مع جيهان بن عبدالله.